الو حسن يلا هنا تحوت واشنطن هي شكاية مقدمها للأمم المتحدة الأمريكية على أسباب ولدي مصطفى سلمي سيدي مولود. مصطفى سلمي سيدي مولود مقبوض من عدوانا مني أنا شخصيا. هذا العبد المذنب مقاوم من عمرف 56 ضربت الحروبات وضربت جيش تحرير وضربت في تقل وضربت الجزيرة وضربت جميع المناطق أنا وإخواني ومعي إخواني اللي هي رامون ريفا تندوف ومعي الإخوان اللي هنا. لكن الزمن اللي ذاك هو اللي نكب دمنا ونكب لحمنا وكانت الاستعمار حيواننا وجميع الأمورات خلقت لنا في عام 1956 57 58 إلى 60 احنا ديك الساعة ما نحلمون إلا ودوا لا ندوروا ولا تحجزوا لنا على الجمهورية مهما كانت حالتها. ولأن هذا احنا مسجد محمد الخامس كله مكافحين كلنا مقاومين سيدي محمد الخامس رضي الله عنه. من أسباب حضورنا في العاصمة الأمريكية لأن من دعوة المنظمات حقوقية إنسانية أمريكية وهي أم اللي في هذا باش نسرع لها أن هي سيادة العالم اليوم كله. النتيجة أنا في واشنطن كان قدم أكثر ذاك الدعاء ديالها وكان يشكو كنيد القوة الأمريكية المنظمة الإنسانية وغير إنسانية لطلق سراح مصطفى سلمي سيدي مولود. لأن من هذا المنبر كنت نتكلم مع جوزة مصطفى سلمي سيدي مولود من المخيمات قالت لي والبنو ديالو صغير على ان سويتها مصطفى قالوا بغيت ترحلوا ولا بغيت تقيسوه لحقوا كملوا لانهم لا بقاو تم. بهذه الحاله مصطفى سلمي سيدي مولود بلغ انه طرح صراحونا ما انطلص علاش ما نعرف واش بيته ولا كاع واش قتلوه كاع وخطروا ويدرقونا طلقنا صراحه. ثانيا مشوه جلو ولا وجه ولا حالته الحاله اللي هو فيها احنا انا بقى في ما اظن نقول عنها سيئه. علاش؟ لان هذه الكذبه في العالم كله كان نادي واحد ثاني للدوله الامريكيه وعلى راس بوامه يشوه لي هذه الحاله. انا اكبر دوله واكبر صداقه واكبر جلسات امريكيه وجمعيات امريكيه هي اللي تشوهنا هذه الحاله كلها لان هي سياده العالم اليوم درسوا لي هذه الحاله. هي ان قالت خاصة تبان لنا المصطفى سلمي سيدي مولود وهو ميت يبان لنا وهو حي يبان لنا وهو مشوه يبان لنا وكلنا نبقى مشوشين لان ظني خاطري ومستهلك وميت واني هنا النادي وهنا نقول اني راني معتصم في واشنطن العاصمه الامريكيه الحره اللي هي عايزه جميع الحقوقات. هناك العاصمة ديال الأمريكية جيت حمل رسالة للرئيس أوباما الأمريكية وجيت حمل رسالة للمنظمات الحقوقية الأمريكية هي اللي عندها حل وربط هي اللي عندها التفاصيل هي اللي عندها الحقوق مجموعة وجيت حمل كلام سمعناه من جيت بولوزاريو وأعوانهم انهم طلبوا انهم طلقوا لي مصطفى سلمي سيدي مولود وانا هذه لا بان له من الصحي ما بانت انا جفت وميت ولا بانت انا حياته ولا بانت انا لاي طريقه لا هنا ولا عند ولاد اللي باقي له. وهذا نطالب ونطالب ونطالب الدوله الامريكيه وعلى راس اوباما
ويسالت الحقوق يغير حقوقيه امريكا انهم يكشفوا لي هذا المصير وانهم يدبروا على ولي يجيبوا لي ولي من سماته والله من الضبان من هما اللي يقدوا على ذاك هما اللي يقدوا يقبضوه من السماء ويقدوا يقبضوه من التراب ويقبضوا من البقد اللي بغاوه. الحمد لله صحة الوالد راه الحمد لله تحسنت وراه وعكة صحية مر بها وتعافى مع الله الحمد. هو الآن في صدد إجراء بعض الفحوصات للتأكد من حالته الصحية ومن عنه هذا اختاروا عن بيته وعنه هاي الليلة باش الصباح إن شاء الله وعود خارج وعود من تقديم صحته وعود ماله تحت رعاية طبية جيدة. الحمد لله تلقى رعاية جيدة من هذه السلطات هاي الدول هي الدول الأمريكية نوفوا معها الناس وعاونوا وجابوا له أطباء مختصين في كل الأمراض وعالجوه. كذلك دعم كبير من الجالية المغربية المتواجدة هم في أمريكا اللي وفوا معاه وساندوا حتى هم واللي يجروا معاه حتى الساعة مزاره وباقي في محالته وراغبين عنهم معدلوا شيء. هذا كامل الحمد لله نوجهه للشعب المغربي قاطبة وعلى 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 رأس هذا الشعب وجلالة الملك الله ينصره اللي نطمنهم على حالته الصحية وعلى أنه راه ماشي يتعافى وعنه فخور أنه يكون من هذا الشعب اللي جاريته هون وقفت معه حتى ينعت له عن الشعب المغربي في كل بليده وعنه متلاحف في كل بليده وعن هاي القضية اللي الوالد كان يجري عليها عن قضية المغاربة كاملين ما هم إلا المغاربة في داخل المغرب بل في الجالية كذلك وفي كل بلاد المغاربة متوحدة على هاي القضية. كذلك يتمنى عن يكون جهده هذا وهذا اللي قام به كامل واللي سبب له كامل عنه يتكلل بالنجاح وعنه يجبر ولده في أسرع الأوقات قاعد واستهله مع عياله ومع أولاده وتكون فرحتنا كاملة ويكون نصرنا كامل إن شاء الله. كبار جبنا سبيطار واشنطن لاباس عليا بخير الحمد لله. مع الجاليه المغربيه الله يجازيها ان شاء الله بخير انها وقفت معنا موقف جميل وحنا خارجين بخير وعلى خير والله يجازيهم ان شاء الله بخير الله يكدد اعمالهم بالنجاح. حنا الحمد لله بخير وعلى خير ولا رينا فيهم داخل ساعدونا في المشي وساعدونا في المشي ساعدونا احنا مالك بالسبيطار حالا ولنا رانا ندعو الله تبارك وتعالى للجاليه المغربيه اللي كان هنا في واشنطن نسائها ورجالها عن موقف معنا موقف جميل حريج من ويبي يركب ويتبوا ماشي معنا يميننا وشمالنا وكان يطلبنا من تبارك وتعالى على ان شاء الله الله تبارك وتعالى هو اللي يفيد كل شيء الله ياخذ الحق من هذو كبولي سالي واللي معهم راني نعبد عند عوانهم اللي هو يتمشوا عليهم وراكم نطلبوا نوبه ثانيه النجاح للجهه المغربيه لهون ونطلب الله تبارك وتعالى الدول المغربيه ككل بالاعمار ان شاء الله والصبر والنجاح. اليوم اللي هذا هو اللي عدل ان شاء الله ونقول هو اللي خالق فهنا على هالمنبر اللي خالق ما نقول الا هو الخالق الاول يعني الحكم الذاتي اللي يبغاها واللي يسمعها سبحان الله كرهها. والسلام عليكم. والله الحمد لله كما شفتوا كاملين الوالد خرج بصحه جيده ومعنويات جديدة الحمد لله واللي كان عامل فيها هو تلاحم الشعب المغربي ووقوفه معاه كامل ومؤازرته له كامل من الجالية اللي جبرهون ومن الشعب المغربي اللي حاس بيه كامل ينتظروا وحاس بيه من الشوغل ويصنت له لأنهم الساعة معلموا بهذه القضية وهم في اتصالات الهاتفية معاه لحد الساعة ونهني الشعب المغربي ونعلمه ونخبره عن الوالد راه في صحة عافية وجيدة والشعب المغربي كافة
وعلى راس سيدنا الله ينصره، أنا راه الوالد الحمد لله كما تشوفوا صحته رجع لها ومعنويات رجع لها، وراه بادي بنشاط جديد بقوة جديدة، واللي يواصل المعركة إن شاء الله إلين يجبر ولده ويغتص مولانا إن شاء الله من الناس اللي عدلوا هاك وخلوا هاي الحالة هو وعائلته كاملة. وشكرا.